الشريط دائما اللي هو ايش؟ مفتاح التفريح الى اي مكان، الى اي مكان، تمام؟ كويس. بعد ذلك بيجي الشريط الادوات الخاص بالاداه، بعديه الشريط الادوات الخاص بالاداه المفتوحه، يعني الكلاس روم هاي شريط الادوات تبع اللي هو ايش؟ تبعت جوجل هيها، وهنا في النص ايش؟ تبعت الكلاس روم، هنا شريط الادوات تبعت مين؟ وهاي بدايه الادوات تبعت ايش؟ جوجل درايف. هذا المكان ملفاتي، كلمه ملفاتي هذه تعني الجذر، اضغط عليها. اذا كنت داخله في مكان بطلعك على الشاشه الرئيسيه، بطلعك على الشاشه الرئيسيه، هذا بيعني الجذر تبع اللي هو ايش؟ الدرايف. زي ما ذاكرين المحركات الصلبه لما كان يقول لك روحي على السي، تمام، وبعدين تفوتي في الاشياء اللي موجوده فيه، صح ولا لا؟ وانا الان موجود على جوجل درايف، على الجذر الرئيسي. بدي انشئ مجلد جديد، كيف؟ عندك ايكون الجديد. لا تستعجلي، انت ضغطت كلمه جديد على طول، صح ضغطت زي هيك مرتين ولا مع اول وحده، تمام؟ ما تستعجليش، هلقيت ضغطت على ايش؟ جديد، كويس. هذا اصل الامر، لكن لو ضغطت في اي مكان فاضي حتجيني نفس القائمه، ولا مجلد جديد. وبدي اكتب من العشرة شرطة لاثناعش قبلهم كمان، كي اتش من العشرة لاثناعش، ولا ايه شرطة كمان سليم. عملي انت، مش انا، انت اللي عملي. باسمك طبعا، كي اتش 10 12 ولا سليم. ناقص حط انشاء يا ولا، اي ولا حطت ايش؟ انشاء. راح الاحظ الان ظهور المجلد الخاص بالانشاء جنب كلاس روم، تمام، كويس. هيك عملت تقسيمه تفريعه جديده داخل الدرايف تبعها، لكن انا لسه ما شفتوش، الله، مش مشكلة، حنورجيكم ايش اذا كنت غلطانة في الايميل، اذا كنت غلطانة في الكلمة، اذا كنت كاتبة عربي كاتبة انجليزي، كيف بدك تصلح الاسم الان؟ طلع علي هذا بالزر اليمين عليه، بقول له اعاد التسمية، صح؟ طب وين اصل الامر؟ لا، شايف الثلاث نقط هدول؟ هاي اصل الامر، بعد ما حددوا ثلاث نقط اللي هان هي اصل الامر. هاي عندك رابط، هاي عندك مشاركة، هاي عندك ازالة، وهاي عندك ايش؟ بقية الاوامر. او تيجي بتضغط بالزر اليمين هنا بيظهر لك كافة الاوامر الخاصة بالايقونة هذه، نقل، اعادة تسمية، ربطه مع شخص اخر، تغيير مكانه، ارجاع الجدر الرئيسي، حطه داخل المجلد، الى اخره، الى ايش؟ اخره. لكن انا بدي اعمل له ايش؟ مشاركه، فبضغط ايش؟ كلمه مشاركه. طيب ضغطت عليه مرتين، اعمل ملفات ثاني واضغط عليه بالزر اليمين يا ابله، تمام، بالزر اليمين، ايوه بالزر اليمين. سبحان الله،
اذا مش عارفه يمينك من شمالك. مشاركة. مين الشخص اللي بدك تشارك معاه؟ انا؟ لا بدي يظهر للدكتور تيتش. هاي تيتش اسمها. اعمل يا ولا انت مش انا. اضافة ملاحظة، ايش ما بدك تضيفي ضيفي. تمام؟ مجلد الطالبة، مجلد الطالب، اعمال الفصل، رسالة هيك ضمنيا كويس. بس انا بيعنينيش قد ما بيعنيني ايش المشاركة. اضغط تمام وقولي له ارسال ولا حاجة. مشاركة. لا في يا ايش اسمك انت؟ اسراء. على الايكونة نفسها، على المجلد اللي عملتيه وينه؟ بالزر اليمين مشاركة، تضغطيه فوق هيها بس. طب ماشي قولي له الغال عمر اكس اللي فوق الغاء اسكيب. طيب اسكيب زر الهروب، اسكيب زر الهروب من لوحة المفاتيح. اسكيب من لوحة المفاتيح. وين زر اسكيب؟ زر اسكيب وينه؟ ورجيها اياه. طيب اضغط في اي مكان فاضي في الشاشة الرمادية. ايوه اضغط في اي مكان فاضي. مش راضي؟ لا تعمليش باك. ارسلي. حطلع ايش اسمك انت؟ لقيت يا بس ماشي حتلاحظي. اكتبي الايميل تبع الدكتور teach.esmhas. تمام؟ هلقيت يا بسمة ايش الفرق بين هذا المجلد وهذا المجلد؟ والله بقيت وهمان انا. طب كيف بين لي انه في فرق بينهم؟ انت لو فتحتها لقيتها لو فتحتها لقيتها اي جهاز ولقيت فيه الايكونتين هذولا، ايش الفرق بينهم؟ هذه فيها ولد قاعد وهذه مش فيها حدا. اللي فيها الولد بفهم انه ايش في حدا غيري بشوفه. نفس الحكي بس انت حكيت انجليزي او فرنساوي وانا بفهم عربي. تمام؟ وهنا ايش المجلد؟ فاضي. تمام؟ لو خلصت من تبع المكتبه وشاف الملف وطبعه، كيف ألغي المشارك عشان ما يلعبش فيه أو أغير إعداداته؟ تمام؟ عرض أو أشيل المشاركة. نفس الطريقة أجي إيش على مشاركة. تمام؟ شايفين هنا شو بيعطيني؟ إذا بدي أضيف حدا جديد بالإضافة إلى لقيت إسماعيل حسون إيش محطوط؟ تعديل الملفات مباشرة. يعني إني إيش بعدل عند ولاء. هنا عرض. تمام؟ بس بشوف بلعبش في اي حاجه. هنا روحت. فهمتوا علي؟ روحت صار المجلد لي. فهمتوا علي؟ فبدي ايش؟ خلاص ولا يمكن تبي ولا بتعمل حاجه ولا بتقدر تعمل حاجه ولا بتقدر تعمل حاجه. الغاء. لكن لما لغيت ما نفذش. ايوه تمام. هاي بدي امكانيه التنظيم. تمام. اذا بدي ارفعه الغيه بروح ايش؟ حذف. مين ضايل المالك؟ وبقول له حفظ التغيرات. هاي رجع المجلد. تم رجع المجلد الان. شايفين راحت. بدي ارجع المشاركه. تمام. واروح اقول له تيتش. هاي ارسل. هاي رجعت ايش المشاركة. لكن مجلد ولاء ايش فاضي. كيف ولاء بدها تنقل الي ملفات؟ كيف بدها تنقل الي ملفات؟ استنى شوية انا بحساب ولاء الان. مزبوط.
هيتنا انا وين في حسابي، وهاي الدرايف صح، وهاي ملفاتي، هذه ملفاتي ما لك فيها، هذه زي زيكم ملفاتي، لكن انا بدي ايش الملفات اللي شاركتوها اسمها ايش؟ تمت مشاركتها معي. يعني المالكينها ناس تانيين بس انا بشوفها. وينك يا الاء؟ ولا هاي ولا اسليم، هاي المجلد فاضي صح؟ مع مين؟ صح؟ تمام؟ ايش بدي اسوي الان؟ بدي افوت في المجلد، بدي اورجيكم كيف بشوف الملفات يعني. تمام؟ وهاي ولا اجل زي هيك. هاي حنظر عندي ملف الان. مين اللي حط الملف هذا؟ ولا لان المجلد مجلد ايش؟ ولا كيف بدي احطه هذا؟ كيف بدي احطه؟ او كيف ولا بدي تحط ملف ثاني؟ برجع الحساب ولا. تمام؟ وين موجود انا؟ طلع علي. لا وين موجود انا؟ وين موجود؟ في حساب ولا. لا مش ملفاتي انا، هاي النقطه هذه ملفاتي، يعني لقيت هاي ملفاتي صح؟ تمام؟ لو اجيت انا اخذت كل المجلد هذا زي هيك ورفعته وحطيته هنا. تمام؟ وين هذا احنا ضغطنا؟ لا مش هان. هاي ولا صح؟ تمام؟ ضغطناها. هاي صار في عندي مجلد ثالث. مجلد ثالث. احساب مين حطيته؟ احسابي انا. الدكتور شافه؟ لا. معناته الكلام وين بدي اكون انا؟ على مجلد المشاركة اللي بينه وبين الدكتور. وايش اسوي؟ اجي هلقيته اخذ هدول. تمام؟ انا بين حساب مين؟ ولا مظبوط. تمام؟ هيك بين عندك يا ولاء الملفات، وكمان الدكتور حيبين عنده لما يجي هلقيت. ها يلا يا ولاء احمل يا ولاء. خلص تحميل هو؟ خلص لسه بحمل. ثلاثة من أربعة، أربعة من ثلاثة. هاي حساب مين؟ الدكتور. هيو وهي ايش؟ مجلد رنيم بكل الطوشة اللي فيه، فيه بكل الطوشة اللي فيه. صار عندي ايش؟ ما صار شايفين كيف كبر؟ تمام؟ يا اما باجي بقول له طلع انا كيف سحبت، سحب اخذت من هنا زي هيك، سحب مع افلات. هيا سحب وين اجيت في الحساب؟ تمام؟ ورخيته هنا، شايفين كيف رخيته في المكان اللي بدي اياه. او اذا مش متمكن من عمليه الرخي هذه باجي لا نسخ لصق، فيش نسخ لصق، في من جديد واسمه تحميل ملف او تحميل مجلد. اذا بدي احمل ملف باخذ ملف الصوره النقطيه. تمام؟ اذا بدي احمل جديد، تمام، مجلد بحمل ايش؟ كل المجلد وبقول له ابلود. هيو بحمل في مجلد رنيم، هيو بحمل في الصوره، وهيو بحمل في مجلد رنيم كمان مره. ليش؟ تمام؟ فهمتوا علي؟ هيك كل هيتهن بشوف هن مين؟ الدكتور. هي حساب الدكتور. تمام؟ والمفروض الان اضغطها هي كل الطوشه تبعت مين. لو طلعت هيك شايفين هذول ايش؟ كلكم او كل الطالبات اللي ايش قبلكم شاركوا المجلد معه، شاركوا المجلد معه. فهمنا كيف نغير اسم؟ فهمنا كيف نشارك؟ فهمنا كيف نرفع المشاركه؟ فهمنا المسار تبع المشاركه كيف بيكون اذا كان جوا او كان برا؟ ايش مفهوم الايقونه اللي بولد واللي بدون ولد او بشخص او بدون شخص؟ تمام. اخر نقطه اللي هو الدكتور طلب مني انا ايش؟ واجب. كويس. الواجب هذا طالبه ان اشاركه على الكلاس، ورحت انا مع السرعه قبل ما تقطع الكهرباء شاركته وين؟ على الدرايف له، على الدرايف له. بس بقول للدكتور على الكلاس انت مش مسلم الواجب، ايش اعمل؟ صح؟ ايش اعمل؟ ايش نعمل؟ هذا الامر بسيط جدا. تمام؟ هاي الامر مش هاي المحاضره اللي تبعت ارسال بريد نصي للبيانات الشخصيه؟ ها فتح ارسال بريد نصي اضافه ايوه. هنا من وين؟ هذا من جهاز الحاسوب مباشره بحمله. تمام؟ لكن هذا من وين؟ من الدرايف. تعالوا نشوف ايش بصير في الدرايف. مش حيجيب لي الملفات اللي في الكلاس روم لما انا اقول له انا ايش؟ سيبكم من الاخيره، كل شيء تعاملت معاه بجيب لي اياه. اما انا ايش بجيب لي؟ حيجيب لي نفس شاشه الجوجل درايف. تعالوا هاي واحد اثنين ثلاثه.
تعال نرجع على ملفات هلا هيات. ايش في عندي؟ ثلاث مجلدات نفسهم، تمام؟ لو جيت فتحت رنيم حيجينا هدول. تعال نشوف هنا، هاي رنيم، هاي اجاني ايش؟ نفسهم. كان بده الصورة هذه، رحت رفعتها على درايف، ما حطيتهاش ايش؟ فما فيش داعي ارفع كمان مرة، بجيبها ايش؟ من الدرايف. وهيات ايش بترتفع هنا؟ هي ارتفعت، وباجي اقول له اذا بدك تضيفي كمان بتضيفي، تمام؟ وباجي بقول له ايش؟ تسليم. طيب لو في مقطع على اليوتيوب، مقطع على اليوتيوب، تمام، شبيه باللي اعطانا اياه، بدي اجي اقول للدكتور ايش؟ هاي اليوتيوب كويس؟ برضو درايف، بس ايش؟ مش درايف، هاي اليوتيوب، شايفه؟ مين نجيب لكم؟ ها حيحرق شريط مغناطيسي. والله يا دكتور التجربة هذه كويسة، هاي نشوفتها وبدي أعملها وأنفذها للطلاب. فباجيش بقول له كابي أخذت إيش الرابط هاد؟ أخذت إيش الرابط، تمام؟ وهاي في الفصل الدراسي بدي أقول له إضافة، وأجي أقول له إيش رابط، وأجي أضيف الرابط وأقول له إضافة، وبعديها إيش؟ شايفين احتراق؟ نفس الإشي احتراق، وهاي تسليم، تمام؟ كويس.